أهلا بكم. استهجن غبطة البطريرك ثيوفيليوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب. ودعا غبطته جميع شرائح المجتمع المقدسي والعربي للاتحاد من أجل حماية المدينة المقدسة. وعلى أثر صدور هذا القرار انطلقت في عمان وبقية مدن المملكة مسيرات احتجاجية نظمتها فعاليات شعبية ورسمية وحزبية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. وسط هتافات غاضبة شهدت العاصمة الأردنية عمان وكافة محافظات المملكة مسيرات منددة بالقرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال مع نقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب. وحيت الجماهير المحتشدة صمود المقدسيين ودفاعهم عن المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة. ورفع المشاركون بالمسيرات لافتات وشعارات رافضة لهذا القرار المخالف للقوانين والشرعية الدولية، مؤكدين أن القدس وفلسطين ستبقى قضية الأردن الأولى ملكاً وحكومة وشعباً، مثلما ستبقى عموم المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عهدة لدى صاحب الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وحمل المحتجون علمي الأردن وفلسطين ليؤكدوا للعالم أن الأردن رسمياً وشعبياً سيبقى الأقرب إلى فلسطين دماً وتاريخاً، كما ستبقى فلسطين على الدوام قضية الأردن المركزية والأولى، مثلما يجب أن تكون لكافة العرب والقوى المحبة للسلام في كافة أنحاء العالم. ففي العاصمة عمان خرج عشرات الآلاف من المواطنين الأردنيين في مسيرات حاشدة تعبيراً عن غضبهم تجاه الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا القائمون على هذه المسيرات إلى وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات للدفاع عن القدس، مشيدين بدور الأردن بقيادة الهاشميين في رعاية الأماكن المقدسة والحفاظ عليها ومنع تهويدها وتدنيسها، وأجمعوا على ضرورة دعم ومساندة جلالة الملك عبد الله الثاني فيما يقوم به من جهود على كافة الصعد للدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها، مذكرين بتضحيات الجيش الأردني على أسوار القدس وباب الواد حتى روت دماؤهم الزكية الأرض المباركة. وأشار المشاركون في المسيرات إلى أن قضية القدس والمقدسات لها أبعاد دينية باعتبارها تحت الوصاية الهاشمية، حيث أن أي اعتداء عليها هو اعتداء على الأمة العربية جمعاء. وفي ذات السياق استهجن غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيليوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين قرار الإدارة الأمريكية المشحف بحق القدس، داعياً جميع شرائح المجتمع المقدسي للاتحاد من أجل حماية مدينتهم المقدسة. وأكد غبطته بأن صلواتنا ستبقى مرفوعة لله العلي القدير من أجل إحلال السلام والعدل ومن أجل المدينة المقدسة وأهلها ومقدساتها وكنائسها ومساجدها.
وبهذا البيان ومع قرع أجراس الكنائس الحزينة، نظم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مسيرة شموع صامتة انطلقت من كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في منطقة أصويفية باتجاه كنيسة العذراء الناصرية في المنطقة ذاتها، تعبيراً عن رفض قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. القدس عربية! القدس عربية! لا شرقية ولا غربية! لا شرقية!